امبارح يا استاذ بشير سريعا كده كنا بنتكلم في نقطه ارتفاع الاسعار، عشان يعني نبقى برضو ايه يعني لمينا بكل جوانب الاسبوع اللي فات في رقابه شديده، وامبارح يمكن عرفنا حاجات كتيره جدا ما كناش عارفينها خاصه بموضوع عجبتني الاسعار. الفقره بتاعت امبارح قلت اشكرك جدا، عجبتني بس قوي. الحقيقه كان في تفاصيل كده ما كنتش فاهماها. يعني قالوا لنا لا ده مش التجار، ده في ناس كانت بتحتكر، في ناس تقول لك لا ده التجار بيعملوا كذا، في ناس تقول لا طب ما الحاجه بترخص واحنا اللي عندنا سلوك سيء. طلع موضوع ارتفاع الاسعار ده ليه ابعاد تانيه خالص غير اللي احنا كنا فاهمينها. احنا عرفنا التفاصيل امبارح، وفي مجهودات ل يعني من الدوله أجهزة. لمكافحه لمكافحه الحقيقه ارتفاع الاسعار، بس احنا كمان ساعات نساعد. زي دي اللي انا قلتها يمكن بكررها مره تانية، لما نلاقي حاجه غليت بنشتريها اكتر صحيح. تغلى تاني. لا اولا انا بحييكم على الفقره اللي اتعملت امبارح، شكرا جدا. وخلينا نقر شيء عشان بس حتى لا نتهم بان احنا بنغالي او بنزايد. هناك ارتفاع في الاسعار او هناك ارتفاع في الاسعار، هناك معاناه من ارتفاع في الاسعار او هناك معاناه من ارتفاع في الاسعار، وهذا يعلمه الرئيس ويثني على الشعب دائما لتحمل هذه هذا الغلاء. لكن احنا ممكن نكون سبب، ممكن نكون سبب، والا ما كانش يضبط 3800 طن الرقابه الاداريه تعمل هذه الضربه، 3800 طن بطاطس في ثلاجات وما خفيك انا اعظم. واعتقد ان احنا هنلاقي ضبطيات كتير جدا في الايام القليله اللي جايه. هي النقطه ده اللي رقم واحد. بيستغل الموضوع لمصلحته طبعا الشخصيه، لان امبارح طبعا بقول لهم السلع احتقار. الغذائيه امن قومي، اللي يعمل حاجه زي كده يعني العقوبه لازم. طبعا تحياتنا لهيئه الرقابه الاداريه على ده، بس واحنا لسه هنشوف يعني لسه في الظروف اللي زي دي دايما بتلاقي المتربحين والمستفيدين منها بيكتروا ده في الوقت أكيد. ده. وانا اعتقد ان في الايام القليله القادمه هتلاقي ضبطيات كتير جدا. لما يكون 3800 طن، يعني انت مخزن 3800 طن، امبارح قالوا لنا ده بطاطس مخزنهم السنه اللي فاتت وكل بطاطس كمان. وصل، وكل بطاطس وصل 12 جنيه، انت مخزنهم ليه؟ على فكره هتلاقي كتير جدا من النوعيات دي. لكن خلينا نروح لناحيه تانية. احنا بنتكلم عن اللي علينا، واللي علينا برضو ان انا ممكن الاقي سعر السلعه الواحده متفاوت من مكان لمكان. بالعكس، كل تاجر ده انا بيحط على ممكن كيف. ده انا ممكن الاقي فكهاني واقف هنا بيبيع سلعه معينه ب 20 جنيه في المنفذ، في المنافذ الاقيها ب 12 جنيه او ب 10 جنيه ب 10 جنيه انا في مدينه العبور. لو دخلت سوق العبور بجيب الحاجه مثلا سي ب 5 جنيه بلاقيها بره ب 15 جنيه. احنا بس بنكسل وبنجيب من الاقرب. طب ما المنافذ موجوده، اشوف المتوفر في المنافذ ايه، لو ما لقيتش هلجا للغالي طبعا. الحاجه الثانيه الفلاحين بقى اللي زي حالاتي. هتلاقي فلاح زرع السنه دي بطاطس و10 فلاحين ما زرعوش بطاطس. اللي الدوره الزراعيه اللي كنت بتكلموا عليها امبارح كان معاك ضيف بيتكلم عليها امبارح. انا فلاح زرعت بطاطس السنه دي والبطاطس غليت وكسبت فيها. العشرة اللي ما زرعوش هيجوا السنه الجايه يزرعوا البطاطس. كله هيزرع لان انا غليت البطاطس. فهو بيتوقع ان البطاطس هتفضل غاليه، فالعشرة يزرعوا السنه الجايه فتبقى ببلاش السنه الجايه. هو كنا احنا الحقيقه مطالبين امبارح بالتواصل اكتر مع يعني الفلاحين والمزارعين، علشان برضو يعني التوعيه، وعلشان هم ما يقعدوش كده، ما يبقوش حاسين ان هم مفصولين خالص. لكن عن علينا الا نهمل ضبط الدوله او الاجهزه المعنيه للاسعار. لان هناك من التجار من يتلاعبون بالاسعار طبعاً. اي زياده في سعر طبعاً. لابد من ضبط الاسعار او جهات تتحرك لضبط هذه الاسعار، وهي دور علينا كلنا بقى بصراحه. يعني احنا برضو ايه ساعات زي ما استاذ بشير بيقول كده، ساعات ايه بنكسل، او ساعات يعني احنا الكسل والتخزين. التخزين ده اللي هو يعني بجد مضايقني جدا. امبارح بقى اتكلم انتوا بتخزنوا اكل ليه؟ ما حدش يخزن اكل يا جماعه، يعني مش ممكن. احنا اللي بنساعد في ده ان احنا الاسعار تغلى، ما هو التاجر